السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كل شيء بخير وعلى خير. كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو ان شاء الله، وانتم بعتم الصحه والعافيه. اليوم نهار جديد وفيديو جديد ولقاء جديد مع الحباب ديولي، مع المتتبعين المتتبعات ديولي، الغزالات الفنات اللي كنحماق عليكم كاملين، واللي الصراحه كتشجعوني كتزيدوا بيا القدام يوم على يوم. والله العظيم ربي شاهد عليا، النهار على نهار كتفرحوني، نهار على نهار كنطلع التليفون كنفرح، نهار على نهار كيتزادوا عندي المتتبعات والمتتبعين بزاف، نهار على نهار يعني الحمد لله ولله الحمد، يعني باش زعما حب الناس صراحه ما كيتباع ما كيتشى، يعني ماشي ساهل باش تكسب حب الناس. زعما اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد، كنحمدك كنشكرك يا صديقي، هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. خوتي خوتاتي، كنا باش منطور ديما كنبقى نطول عليكم في الهضورات. كل فيديو اللي فات اللي قبل من هذا اللي فات كنت هضرت لكم على واحد العمل خيري اللي بغينا نديرو، في كاين ناس شي ما نقدرش نقول لكم واحد المجموعه كبيره ديال الناس، حنا غنمشيو على قدنا، حنا يعني يلاه بادين على قد المستطاع ديالنا، يعني غنفرحوا واحد المجموعه ديال الناس في هذا العيد. شي ناس، شي عيالات او يتيمات بالاخص، ولا شي وحده اللي مساكن ما وصلوش انهم يديروا شي جلابه في العيد او لقفطان او لقميص في العيد ولا شي حاجه، بغينا نفرحوهم. ويا ريت والله القسم يا ريت كون هاد المنبر يسمعوني، ما كانش يسمعوني الخياطات والخياطه وداكشي، يسمعوني حتى هما شي يكون كل خياطي اب حاجه وحده يسخب شي حاجه وحده يعطي هاد الشيء حد اخر. والله زعما زعما الناس زعما كلشي فرح، صراحة كلشي فرح، ولكن الحمد لله الله يجعل الخير في قلوبنا وزعما يجعلنا في ميزان حسناتنا إن شاء الله. بغينا ندير واحد العمل خيري، وصراحة أنا ما مساليش باش غادي نتكلف بهذا الشيء، لأن هذا الشيء كيبغي خصو دراسة، خصو هادي، خصو بزاف ديال الحوايج. المهم كلفت واحد القناة، واحد القناة ديال واحد السيدة، قناة دينية كنعرفها وكنعرفها مزيان، يعني قريبة ليا بزاف. نقدر نقول لكم اختي نيت، اختي اللي عزيزه عليا بزاف، ومن هذا المنظر كنقول ليها زعما الله يحفظها والله يحفظ لها وليداتها وتشوفهم كيف غاد ان شاء الله. عندها واحد القناه وقالت لي انا غنوقف لك في هذا الشيء، وانا غندير لك هذا الشيء كامل، هي اصلا كدير شيء تاع الدين، هي متدينه الحمد لله، حنا كنا متدينين غا شويه، حنايا شويه شويه الحمد لله. المهم على اي الله يقدرنا حنايا، ما كنديرش الحمد لله شي حاجه اللي كتغضب الله، اللهم لك الحمد. قالت لي انا غنوقف لك هذا الشيء، انا ما عندي ما يدي، انا غاكاسه في الدار، انا غنقيد لك، انا غندير عندها هي معدم واحد الجمعيه، زعما يديروا دراسه على الناس اللي غادي زعما، حيت كاين اللي كيكذب كيقول لك انا ما عنديش، وفي الاخر كيصدق عنده ولا شي حاجه، داك الشيء كيبقى الله يستر كيبقى تقليد. المهم غنخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف، وغتدخلوا عندها هي اللي دابا، حيت الناس بزاف كومونتير كيقولوا لي اختي واحد السيده هذه غتدخلوا لعندها هي، وهي اللي غتقيد لكم الاسماء ديالكم وتقيد لكم التليفونات ديالكم، بحكم ان بزاف ديال الناس عيطوا لي انا في التليفون قيدت، دخلوا عندي الواتساب قيدت كلهم بدون استثناء، ربي شاهد عليا قيدت الارقام ديال التليفون ديالهم. مثلا كاين اللي غا شي وحده قالت لي اختي واحد السيده هكا كيف، قيدت الرقم ديال السيده اللي عيطت لي. المهم يعني حتى لا تهزت في التراج وهي تعيط لها ولا تكلف بها، يعني كاين واحد كم هائل، وحنا باش نديرو الخطر لكل شيء، وباش ما نديروش الفرزيات هذا من هذا، غنديرو التيراج والصوغ ديال 10 ديال الناس، 10 ديال الجلالب اللي المهم في استطاعتي انا اللي غنقدر نخرج، يعني ما يمكنش نخرج كثر، 10 جلالب او لقفاطن داكشي مخلط، داكشي اللي قدرني عليه الله، غادي نخرجوه في سبيل الله. 10 ديال الناس غيتهزو في التيراج والصوغ، وهذيك القناه هما اللي غيتكلفوا بداك الشيء، وهما اللي غيديروا لي داك الشيء كامل، وهما ان شاء الله غتكون الشفافيه والمصداقيه في هذه القضيه. يعني الحمد لله حنا ولو شي حد اللي حنا كنعرفوه، لا انا نقول لكم شي ناس قراب ديالي قالوا لي اختي الصدقه في مقاومه اولى، قلت لهم لا ما دايزاش فيكم، الانسان اللي واكل مزيان شرب مزيان لابس مزيان ويقول لك لا عطيني جلابه، لا سمح انا. المهم رايي انا ما دايزاش فيهم، واخا مقربون ديالي قراب ليا ما دايزاش فيهم، لا الناس مساكن كاين اللي محتاجين اكثر. المهم ما نطولش عليكم قوه الهضره، غنخلي لكم القناه ديالها في صندوق الوصف، دخلوا عندها وهي غادي تقيدوا عندها، قيدوا الاسماء ديالكم، قيدوا هذوك التليفونات ديال الناس اللي كتعرفوا، وداك الشيء كما قلت لكم يبقى غير تقليد، يعني ربما واحد اللي عنده يخلي بلاصه واحد اللي ما عندوش، المهم داك الشيء في سبيل الله. الله يقدرنا، الله يقدرنا، الله يقدرنا على فعل الخير. الموضوع ديال اليوم، هذا الموضوع داز، ندوز الموضوع ديال الجلالب. هاد الجلابه كان فات ليا
دوزت بحالها قبل هذه شويه طاي كبيره، انا كبيره عليا حاجتي كبيره، غلبستها باش تبان. المهم بانت ربما بان ديك ما وريتها لكم كيفاش ديال صح زوينه، انا عجبتني كلشي كيعجبني. الطاس ديالها عرفتي متقون بزاف، غير نهز لكم باش تشوف. هذا متقون صامت، الطاس ديالي زوين. شوف الخدمه هنا لداها، هنا كي دايره متقونه. المهم كما العاده ما نهضرش لكم على الخدمه والاتقان الخدمه، وهذه الناس رجعوا عندنا المحل وخضروا السلعه وشافوا السلعه كيفاش دايره. المهم هاد الفتيحات في الجناب، هادي كتبقى ب 600 درهم، اللي بغا هادي طاي كبيره غنعطيكم لي طاي ديالها. يلا صحابات لي طاي الكبار، كيقول لي اختي انا الكبار تيقول لي ما كديريش انا الطايات كبار، والصغار كيقول لي اختي ما كديريش انا الطايات الصغار. المهم هاد الطايه هاد الحمراء، في الحمراء عندها فيها 69 في الكتاف، هادي مخزانيه 69 في الكتاف، 48 في طول الكم، 34 هنا في الصدر، 34.5 في لي هونش لي الحوض، والطول 138 لافار ديال هاد الحمراء. ندوزو الموديل خو، عرفتي واحد الجلابه غنديرها ليكم غزاله، فنه فنه فنه، واحد الجلابه كتحمق كتحمق كتحمق، كنتمنى يبان لا كولور ديالها. هذا واحد زرق من بعد ليكم باش تشوفوه، واحد زرق زوين. سي دوماج ما بانش ليا في البورطابل، كيفاش مزيان في البورطابل كيف كنشوفو انايا. هاد الجلابه منبته وغزاله فنه كتحمق، بات فيها كيداير بواحد الغوز وبواحد اللون كحل كيعطي لي كولور، وبماتون في الصفات كيعطي لي كولور، وهاد الحجيرات شتتناهم غا قلال، وكلها كلها دايره بالتنبات، كامله الجلابه دايره بالتنبات. هادي ماشي مخزانيه، هادي عاديه فصل عاديه، هادي كرون طاي فيها الفتيحات في الجناب. لا يبي ما فيهاش فتحه، هادي ايفازي مسدوده ما فيها لا فتحه لا والو، مسدوده كلها دايره، هادي ما فيها لا فتحه لا والو. تكفيفه كيفاش دايره، اتقان اختي الاتقان الاتقان، الجوده والاتقان، والاتقان بارخص الاثمان. ها انتم اختي كنفرح ملي كنكون كنهضر معكم، والله حتى كنفرح بحال كنشوف فيكم كاملين مجموعين عندي هنايا. عرفتي دي غزال، عرفتي تو كيتهد هاد غزال 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 فنه. نعطيكم العبا ديال هاد الجلابه رائعه، واعر شي كنت شفتوه هنايا غتحمقوا على هنا، كتبان بحال دابله بحال، ولكن في الحقيقه ما عرفتش نقراو شي بان ليكم داكشي ولا ما يبانش. عرفتي فنه فنه فنه، زوين هاد الجلاب. نقول لكم العبار ديالها، 42 في الكتاف، 59 في طول الكم، الصدر 32، لي هونش 36، طول متر و 37. اللي بغا هادي مرحبا، ها هي كتسوى 900 درهم، تستاهل صراحه. وشوفوا لافينيسيون باش نقول لكم تاع العقيق، حنا هنا ما كنديرش، نقرب لكم هنا باش تشوفوا البلاصه هنا وهنا، حنا ما كنديرش مونطاج الماكينه، كنديروها برافاندا. شوفوا كنديرو الطلاقي برافاندا، شوفوا مزيان، شوفوا ندير لكم هنا باش تشوفوا انتم، شتي الطلاقي برافاندا، نقرب لكم مزيان باش تشوفوا انتم، شوفوا لافينيسيون من الله، شتي يعني لافينيسيون، ما كنخليش السوجي باين ولا شي حاجه ما كاينش. شوف شوفوا هنا لا فينيسيون ديال الخدمه الله من الداخل، يعني بياسه ناضيه، لا فينيسيون تو الخدمه كلشي كلشي. الله يعطي الصحه للمعلمات ديالنا، الله يعطيهم دار عوينات ومساكن، بعد الدار تاع الاولاد الله يسهل عليهم، الله يقدر كل واحد. اختي الثمن ديالها قلت لكم 900 درهم، 18000 ريال. انا وليت كندير السانتا صافي حدا كيت، مبقيتش كنحيد واحد ندير واحد، لا غدي السانتا جات عامره من الحانوت. هادي جلابه في ال في ال فات فايتنا دانا هاد الموديل في الغوز فيشيا، كي دايره نقاد لكم مزيان بالطرز، كميمات من هكا ومن هنا
قبل كنت في لافينيسيون كي دايره. افتتاحات في الجناب، شوف افتحي من الداخل لافينيسيون، شوفوا من برا. وزالة جلابة، العبار ديال هاد الجلابة نقول لكم انا غوز الكتاف 62، هادي مخزنية، لا الكتاف 60، طولكم 42، الربع هنا صدى 30، لي هونش 31، والطول متر و31. الناس كيعيطوا لي دابا، انا كنسجل في الفيديو، كيعيطوا لي سمحوا لي ما قدرتش نجاوبكم، كنسجل في الفيديو، سمحوا لي بزاف، نسالي وغنعيط لكم. ايه الثمن ديال هذه ديال 600 درهم، 12 ريال، ديما كريب دو سوا كاليتي مزيان. كنت جلابة رائعة في النخ وغزالة، شوفوا راندا كيفاش دايرة، شوفوا الخدمة كيفاش دايرة. راندا حصيرة ودايرة بالتنبات بالماتسونو في الجناب. هاد جلابة طخو كلاس، فنة غزالة، سبحان الله كتشوف فيها كتوحي لك بالهدوء، كتحس بالدفء زعما، سبحان الله، فنة فنة غزالة هاد جلابة. عرفتي وطبا سي زوينة طبتو ديالها طيس لي ما تدار شوف ودار شوف تاع البغيوة، لافينيسيون من الداخل قريب، شوشة هانتوما. شو تم هنا تلاقي فراندا كيش الماكينة عندنا، كلشي كلشي فنة فنة الجلابة. شوف كدير باش ما نزبش ليكم، شوفوا التوخ كيفاش داير الخدمه، لافينيسيون في التوخ كيفاش دايره الخدمه، كيفاش غاده متقونه والحصيره رقيقه مقابلكم تشوفوها. هاد الشلابة غزاله كتحمق، انا نقول لكم العبار ديالها، الكتاف 42، طولكم 60، الصدر 30، لي هونش 32.5، والطول 137. الثمن ديال هاد الجلابة دايره 800 درهم، 16 ريال، توجور كريف دو سوا. عرفتي واحد لا كولور فيها راه ماشي هي اللي كتبان لكم هنايا، شوف سبحان الله بلاتي، شوف كتشوف هنا كتشوف هاد لا كولور، واحد الخضيضه بارد بحال فيغ او، فيغ او كنقولو. عرفتي غزاله فن فن، عرفتي كتحسبها بارده بزاف. جلابه في الغوز الناس اللي كيجيو عندي مساكن بعاد، جيو عندي شي ناس الصباح من الرباط ومن كازا، كنجي لهم واحد التحيه كبيره، جيو عندي مساكن وللاسف للاسف مازال واحد سيدنا محمد هي لقات قياسها، الناس في كازا هما لقاو شي حاجه، بقاو قياسهم راجل وهما لقاو قياسهم، ولكن الناس مساكن جاو من الرباط بقاو فيا. واحد لكم واحد التحيه كبيره اختي، ما بقاش عندي صراحه، ما بقاوش عندي الحوايج دابا، هذا الشيء كي غا كيوجد كنصلحو كتجيبو ليكم يعني، ومني كنديرو هكا في لا فيديو في البلاصه الحمد لله كيتباع، دونك من الحانوت ما كيبقاش عندي الحوايج يعني، يلا ابين داكشي اللي كيوجد ليا يدخل بشوي بشوي. شوف هاد الجلابه حتى هي يا الصومو بارد فريمون بارد، مخدومه شوف الخدمه اللي فيها كي دايره، شوف قطافي رقيقه ومنبته بالعقيق الزمرد، اللون في اللون، شوفوا الوسط بلاصه العقاد داكشي كي داير نستوك بعدكم باش تشوفوها مزيان. شتو غزالة هاد الجلابة، كريمات من الداخل لافينيسيون قبيب، هنا شوفوا القبة هنا كيفاش داير، ومن اللورا كيفاش داير، مغطية خدمة الماكينة مغطية من هوك ومن هوك، شتي كدير مقابلكم تشوفو الخدمة. غزال هاد الجلابة ديما كريب دو سوا، هاد الجلابة كدير 650 درهم،
تحي بجناب نعطيكم العبار ديال هاد الجلابه الكتاف 42 طول لكم 59 أربعة 29 لي هونش 32 والطول 139 هاهي دوزو موديل خر جبنا الساتا تيطيحو لنا في لاط هاد جبنا الساتا ماجي خصني نجيب العلاقة نبقى نتكاكم غير ما حنا هازا حاطة شوف هاد الموديل تا هو هذا كان لوريتكم الصومو بارد غادي الغوز هذا الصومو نيت سي فغي بحالكو غي بارد بزاف الموديل ديال هاد الجلابة تا هي مطروزة برباطي بليد هذا رباطي بليد ماشي ماكينة قبلكم مزيان تشوفو شوفوا بلاصه العقاد اشنو دايرين تخاص بليد بواحد الشكل تاع الفي باللويلات خدمه من هنا ومن هنا اليدين كذلك تاهما مطوزين نبقى لكم الطاس تشوفوا مزيان كيفاش ليه شكون شاف باطي باليد نلبس بالحجاب والزمرد في الشامبان الجلابة كخيف دي سوسي هي يا غزالة افتحي في الجناب افتحي لافينيسيون من الداخل لوغ لي ديما كندير لكم حنا لوغ ديما كنخليو ليك 8 سنتيم نعطيكم العبا ديال هاد الجلابة الكتاف 43 طول لكم 60 أربعة صدر 29 ولي هونش 32 والطول متر وخمسة وثلاثين اللي بغى شي حاجة يتواصل معنا كيما العادة الجلابه اللي كصدرت لكم عليها الفيديو ديال البارح اللي كنت لابسه في الصفر غنوريها لكم دابا ما على الرسول الا البالغ هادو كانوا كومونداو هادي الناس بزاف هادي كنت خدمت فيها واحد الكونتيتي كثيره في الوطن دان خدمت فيها كومونداي فاش يلاه لبستها وخدمت واحد الكونتيتي كثيره صراحه غزاله فنه نقابه لكم تشوفوها كي دايره فن فن هاد الجلابة ثم هادي طاي شوية كبيرة هادي اكس ال هادي اكس ولا دوم اكس ال هاد الجلابة كان قلت لك خدمنا فيها كونتيتي كتيرة والبارح قلت ليهم الناس يكومونداوها ليا يدخلوا عندي دخلوا عندي شي ناس ولكن شي ناس بقاو تقريبا شاطين ليا بعد ديال الجلالب بعد ديال الجلالب واش هما صغناه واش صافي ما بقاوش بغاوهم الله اعلم المهم يعني اصلا ما عرفتش انا شكون حيت كانوا كيقولوا لي بغينا صح في الاول ما دوش عيكس بقى يلاه في الاول ما عرفاش ديك كيفاش خصني نقياد وهادي كنقول غير واخا واخا في الاخر داكشي اللي كيسعد ليا بزاف ما بقيتش كنقول عاقله ولكن ملي كيسعد لي داكشي كثير ما بقيتش عقلت كنقول شكون هادي شكون والله زعما صراحه الخطا درتو كنعترف به ولكن البدايه كتكون شويه صعيبه ومن الخطا نتعلم وسمحوا لي بزاف بزاف الناس زعما اللي داز معاهم هذا الحمد لله انا كنقول علاش هادي المدام الحمد لله درنا الامور ديالنا هذا سول صراحه الناس اللي عندهم تجربه في هذا الشيء بزاف اليوتيوب وما عليكم داك الشيء قال لك اش الطريقه كيفاش خصك تولي ديري وهذه وهذه علاش وليت دابا الحمد لله غادي في الطريق السليم ولكن مهم بقاو ليا بعد جلالب من هادو هاد لاطاي الاخرين الصراحه ما عبرتهمش انا عبرت لكم هذه اللي عندي انا هنايا الاخرين باقي في المحل صراحه باقي مصلحتهمش كاع ما تصلحوش غنبقاكم نهار هذا الفيديو نوريكم العبارات ديالهم وكان الصراحه بغاوهم ليا بزاف غير البارح ملي كنت لابسها الناس بزاف بغاوها ليا وقلت لهم من تدوز 40 تويتر على داكشي اللي قلت البارح يعني داز البارح اليوم غدا يعني غدا اللي بغا غنعطيها اللي ما سولوش فيها الناس الاخرين هذوك بعا صافي نبيعهم الصفرا هذه الكتاف 64 طولكم 45 4 32
لي هونش فيها 33 والطول 137. انسحي بجنب بطبيعة الحال. المهم هذه بقيت فيها 3 جلالب. المهم هذه الطي اللي عندي بعدا نعبرت عليكم، والاخرين صراحه والله ما عرفت لا طي حيت كنت كنفصل ما عقلت صراحه. المهم غتكون فيها لا طي ال، غتكون غال ال والاكس ال، نورمالمون هادو هما اللي غادي يكونوا هنا. خواتي خواتاتي كنخليكم باش ما نطولش عليكم ديما، الصحه كنطول لا فيديو بزاف، وصل ديجا ل 20. كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو تكونوا باتم الصحه والعافيه، ومزيدا من الدعم ومزيدا من اللايكات ومن البارطاج ديالكم. الصراحه دعمتوني بواحد الصوره زعما ما كتصورش. لي زابوني طلعوا لي بواحد الصوره ما كتصورش. الناس كنتمنى زعما نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى انا نشوفو تلقائي سبونطاني داكشي اللي كاين كنقولو، داكشي اللي كاين كندير، يعني كنحاول ما نستناش باش نكون قريبه منكم بزاف وقريبه من قلوبكم. وانتم كاملين المتتبعين المتتبعات ديالي كاملين انتم هنا في القلب عندي صراحه. كنموت عليكم وعزاز عليا بزاف بزاف، وكنفرح امتى غنجي نتقابل مع هاد التليفون ونهضر معاكم. والله زعما ربي شاهد عليا سبحان الله، ولات في واحد الغريزه خصني نشوفكم. داك النهار والبارح ما درتش الفيديو، بقات فيه فرما كنقول شكون كون غاده تكون زعمت تكون. الحمد لله. المهم على كل حال، المهم غنخليكم دابا ونقول لكم السلام عليكم عاوتاني. قلت لكم ما كنسخاشكم بالسلام وما كنسخاش بكم، نكون صوت مقلل كامل نتحدث معكم وتعلي اللي حتيت. ايوا هذا الشيء مكان، هذا مكان. السلام عليكم، وخليت لكم الراحه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم، وما تنساوش تدخلوا عند السيده القناه ديالها صندوق الوصف، كاع الناس اللي بغاو يتسجلوا في هذاك العمل الخيري. والحمد لله كنديروا اعمال خيريه بزاف الحمد لله ولله الحمد. هذا الشيء ما خصوش يتقال، ولكن بالعكس خاصنا نقولوه باش الناس الشيء كيزعم شيء والشيء كيسمع شيء والشيء كيقول لا انا خصني ندير انا خصني ندير. الحمد لله احنا ما احنا الحمد لله ما كنديروا والو، هذاك الشيء الله سبحانه وتعالى ربما احنا سخرنا ليهم، احنا ربي اللي سخرنا ليهم، وحنا الحمد لله ما كنديروا حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي كاين، وباقي مزال اعمال خيريه. شي عروسه هكا ما عندهاش في سبيل الله بغات دير مسكينه نفرحوها بشي تكشيطه بشي جلابه بشي قميص شي حاجه نخيطوا لها حويجات مسكينه ما قدرتش تخيطهم. هذاك الشيء كامل الحمد لله غنطبقوا عليه عما قريب ان شاء الله. دابا نبقوا في العمل الخيري ان شاء الله ديال الجلالب اللي غنفرحوا بهم 10 ديال الناس، 10 ديال الناس ان شاء الله اللي غندخلوا لهم فرح على قلوبهم، 10 ديال الناس اللي ربما واحد الحاجه ما عمرهم وصلوا ليها وغادي يوصلوا ليها معنا ان شاء الله. وقلت لكم كنقول لكم بسلامه وما كنسخاش بكم. يلا بالسلامه عليكم، باي باي.